شوفوا كيف الكيس يغلي، الكيس ما زال يغلي، شوفوا كيف يغلي. لا مش كذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أحييكم أينما كنتم، معكم أحمد تاكر في بيوتكم في فيديو جديد سلسلة التجربات. اليوم بجرب وجبة الجيش التركي، أكثر وجبة انطلبت مني أسويها يعني، وأكثر التعليقات انكتبت لي أسوي وجبة الجيش التركي، أسوي وجبة الجيش التركي، وأنا لعيونكم جبت وجبة الجيش التركي. اليوم بنجرب اليوم الوجبة، أنا متشوق جدا. في ثلاث قائمات، هذه القائمة الأولى تعتبر باللحم، والقائمة الثانية نباتية، والقائمة الثالثة بالدجاج. عجبتني هذه الحركة حق الحديدة هذه، لو تشي تعلق الوجبة مثلا هنا تعلقها وتمشي. والعلبة بوزن 55 جرام. خلونا اليوم نفتحها ونشوف شو كل الجيش التركي. هنا مكتوب معلومات التركي كلها باللغة التركية لو تلاحظوا، وهنا طريقة تسخين الوجبة والمكونات والقائمة، القائمة موجودة هنا. يلا ما طولش عليكم، خلوكم مع المقطع، خلونا نشوف وايش ياكل الجيش التركي ونقيم اكل الجيش التركي. ويلا خلوكم مع المقطع، بسم الله نبدا. ومعايا لكم بشرى لمحبين وجبات الجيوش، اصبحت انزل فيديوهات قصيره اقل من دقيقه، شروحات عن ماذا ياكل الجيوش، دول مختلفه جدا وبالصور وبالاثبات، ويعني مختصرة بالكامل معلومات عن ماذا يكونوش. سويت وجبة الجيش المنغولي، العراقي، السوري، الجزائري، الإماراتي وغيرها الكثير. تلاقوا الفيديوهات في القناة، وخلونا نبدأ التجربة. نفتح العلبة، علبة الجيش التركي سريعة الفتح، نفرز ونشوف. ومعانا برغل بالعدس، نفس وجبة الجيش السوري يكونوا برغل بالعدس، وكباب الغابة هذا لحم، وكيس التسخين مع هذا الاثنين راح اوريكم كيف يشتغل، ومعانا قهوة، وبالكيس الصغير هذا بوريكم ايش فيه، معانا ملعقة قوية، الملعقة سكر مكتوب حتى بالعربي سكر، ملح وفلفل، ملح وفلفل كمان، هذا بسباس ولا ايش؟ اعتقد هذا كمان بسباس ولا فلفل بيكون كمان، هذا فاين معقم يعني مبلل، هذه يمكن ملعقة للخلط، استخدم للخلط، وحبة لتنقية المياه، هذه طريقة شرح استخدام الحبة هذه. معنا كيس هنا بالعربي، شوفوا الشرح بالعربي مكتوب، يعني ممكن نسخن الأشياء الصغيرة في بها هنا بهذا الباكت، لو تلاحظوا ايش مكتوب بالعربي. وبالنهاية معنا فاين، طولنا بالفتح، خلونا نسخن وجبتنا و نصلح القهوة بهذا الشكل. طبعا بأكثر وأكثر الجيوش معاهم هذا الكيس اللي يسخن. بنحطها كذا، بنحط لها ماء. وهذه اللي تتفاعل مع الماء، مواد كيماوية نحطها بالوسط بينهم. وخلونا نزيد الماء ونشوف التفاعل اللي بيحصل. تفاعل
حتى شويه رج كذا. لوقت ما تسخن وجبتنا بنشوف الكوفي القهوة التركية، مكتوب قهوة مقطرة ولا قهوة منقة؟ شوفوا كيف القهوة بهذا الشكل، الرائحة منها يا سلام، شوفوا كيف، وهذه بدأت تحمى. لا مش كذا، لا 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 لا، هذه بدأت تسخن، خليها تسخن براحتها ونشوف القهوة هنا كيف رائحة القهوة. يا سلام، ممكن مش عارف كيف، هل كذا صح؟ هل هذه الطريقة صح كذا؟ مش عارف، هل أنا جبت العيد أو لا؟ وهل تحتاج سكر؟ قهوة مقطرة أكيد تحتاج سكر، ما فيهاش سكر، بيض قهوة ما فيش. أنا الأول مرة أشوف قهوة كذا، أنا أعرف إنه يجي في ورقة كذا يحطوها ويحطوا القهوة ويسكبوا عليها ماء، لكن بهذا الشكل أنا أول مرة أشوف وأستخدم، لذلك اعذروني. عجيب، خلونا نجرب أول مرة نخلط السكر اللي سكبناه، وكمية الماء زيادة، أنا سكبت ماء زيادة أو لا؟ أنا مش عارف. والله قهوة لذيذة، قهوة يعني قهوة أصلية، وسخنت الوجبة. شوف البخار، شوفوا البخار، خلونا نبدأ بالأكل والتجربة. الكيس ساخن جدا، خليه على جنب، نجيب الصحون، هذا الشريك ما في داعي له، خلاص نبدأ باللحم هذا. لح، بطاط، جزر، بازاليا، ما فيش رز، شوفوا كيف البداية، غريب عجيب. ونشوف ايش معانا هنا، معانا هنا البرغل او الحنطة، البرغل ابيض، هذا برغل مع عدس اسود، رائحته زكية، لذيذ جدا كما يبدو بيكون. شوفوا كيف عدس وبرغل، وهنا لح وبطاط وجزر، هاي وجبتين الرئيسيتين. وخلونا نبدأ التجربة والأكل، نبدأ بهذا البرغل والعدس. بدون ملح، بدون أي بهارات.
طبعا دائما يسووا كذا على حسب الناس، اذواق، ناس يحبوا ملح زياده، ناس يحبوا ملح قليل، ناس يحبوا الفلفل، ناس ما يحبوش الفلفل، على حسب الاذواق. واحد كل واحد يسوي على مشي كذا، حتى نظام مثل نظام المطاعم. انا احب البهارات بكثره، سوي فلفل، حتى ممكن اني احتاج فلفل وملح، نملح الاكل كامل. وهذا اتغدى بفلفل احمر، هاي فلفل احمر مثل البسباس. يكون حار الله يستر. الآن أفضل أسوي له أخذ لحم من هنا ومرقة، نحطها هنا ونجرب. اللحمة تمام مستوية، أكل لذيذ، لا فيش عليه أي تعليق. أنا اللي حيرني هذا الكوفي، هل هو كذا يكون القهوة ولا يبغون يبعدوها؟ نجرب بس نطعم. والله قهوة، واضح إن قهوة ممتازة، درجة أولى تعتبر، يمكن القهوة الدرجة الأولى حتى الرائحة منها. قهوة لذيذة جدا، لذيذة أكثر من رائعة. وبالنهاية معانا هذا ساعة تمر، هريسة التمر ولا كذا، تمر بالسمسم واللوز مثل التحلية ولا الحلى للجلود. نجربها. لذيذة جدا. الرائحة في رائحة الصابون، هذا الباين ولا المنديل. وبس وصلنا لنهاية الفيديو، مش أطول بالأكل، الأكل لذيذ جدا. إذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، هذا اللي يشجعني ويحفزني أستمر وأجيب وجبات وأستمر في هذا المحتوى، لأني أشوف في ناس كثير محبين ومعجبين بالوجبات، الجيوش والشروحات وكمان في قناتي في فيديوهات أخرى في الفلوجات، وأنزل بعضها وأنزل بوبجي. وشكرا على المشاهدة وتحياتي للجميع. اكتبوا لي في التعليقات أي وجبة جيش تريدوني أجربها. وشكرا على المشاهدة مرة أخرى، وسلام، أشوفكم في فيديو جديد، تحياتي.